السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل أتقدم بالتهنئة لمشايخي وإخواننا في شبكة منهاج السنة لتدشين موقع منهاج السنة، فأسأل الله عز وجل أن يكون هذا الموقع ما هو إلا معولا لهدم دين الرافضة، هدم شبهات الرافضة، هدم أي شبهة تلقى على الإسلام والمسلمين، فجزاهم الله عنا خيرا. أخوكم وليد إسماعيل، رئيس ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل.